27 نقطة. ادي حسين ياسر محمد يعوده مرة أخرى، وبو التسديدة من حسين ياسر لكن فين؟ فوق المرمى وخارج الملعب. اللقاء سواء من وادي دجلة ولا من الزمالك، والتسديدة حلوة. لسه بنقول تسديدة حلوة من حسين ياسر، واخد الجانب الأيمن، شيكة عرضية، وبو هاني سعيد. حلوة 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 حلوة، عرضية من شيكابالا. شوفوا بقى كم واحد من وادي دجلة، وادي التسديدة حلوة 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 حلوة. لسه محاولات لعاشور التاي، عرضية في منتهى الخطورة لكن عبد الواحد السيد طالع طالع. عبد الواحد في الشك قبل بداية هذا الموسم، تأسس عام 1911. ادي شايفين زي ما يعني من قبل ما انا اشوف ده حسيت ان التدخل قوي جدا من عبد الفتاح. ادي عاشور 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 في منتهى الخطوره، اخطبت الثابته جوه منطقه الجزاء، وضربه راس من هاني سعيد لكن انقذ هدف اكيد لوادي دجله والتصويبه، لكن فين؟ في انتظار عبد الواحد السيد. والله وهبلة العنصر البدني. وادي واحدة أمامية لمحمد إبراهيم عايز يحطها. شيكا 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 شيكا. الله 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 يا شيكابالا، الله عليك.